كان على ذكر الاهلي والقيمه الفاليو، كان امبارح في مؤتمر مهم جدا في النادي الاهلي مع شركه فاليو اللي تعاقد معاها النادي الاهلي على تسويق عضويات النادي. كان مؤتمر مهم فيه تفاصيل كثيره تحدث فيه الكابتن محمود الخطيب عن الاعلان عن هذه الشراكه مع شركه فاليو. نشوف جانب من كلمه الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية وقبل ما أتكلم على موضوعنا النهاردة، حابب بس أن أنا الأول أشكر أعضاء وجماهير النادي الأهلي لدعمهم المستمر للنادي الأهلي في كل المجالات، وكمان أهنيهم ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة الحمد لله في تاريخ النادي، وكمان للمرة الثانية على التوالي، وده إنجاز جديد بيضاف لإنجازات النادي الأهلي من 1907. هنا لازم بس أقف برضو مع الظروف الصعبة اللي مرت خلال الفترة اللي فاتت بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة دي، بطولة كأس العالم للأندية اللي بتتزامن البطولة دي مع نفس بطولة كأس أفريقيا أمم أفريقيا اللي كانت في الكاميرون. النادي الأهلي بيمثله 9 لاعبين، 6 مصريين و3 جنسيات أخرى كانوا مع منتخبات بلادهم. حاولنا من البداية من زمن من قبل البطولتين بفترة طويلة نخاطب كافة الناس المسؤولين سواء في الاتحاد المصري لكرة القدم أو في الاتحاد الأفريقي أو في الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري. يا جماعة ده في تضارب قوي جدا، مش بس الفترة متزامنة وفي نفس التوقيت، انت بتاخد لعيبة كتير على مدار شهر أو أكتر من شهر. الرؤية الفنية والالتحام الفني اللي هو مع المدرب ومع بقية اللعيبة مش هيسمح للولاد ان هم يكونوا موجودين. بس هنا مصر قبل كل شيء، مصر اولا، عشان كده النادي الاهلي بيستمر ما قالش يعني مجرد احنا وجهنا او قلنا وجهة نظرنا، لكن في النهاية هنتعامل لان هو ده النادي الاهلي وده حق البلد علينا ان احنا الاول منتخبنا ثم النادي الاهلي. الظروف الصعبة دي مع الانجاز اللي حصل، هنا لازم اشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين والعمال في النادي، كل واحد قام بدوره على أكمل وجه، قام بدوره وهو باصص بس إزاي يرفع علم ولوجو النادي الأهلي في المحفل العالمي الموجود ده، إزاي يلعبوا بقلب وبروح علشان اسم مصر في بطولة عالمية ثم النادي الأهلي. فأنا بشكرهم جدا لأنهم الحقيقة قاموا بدور يعني هايل. كمان مش عايز انسى اشكر دوله الامارات العربيه الشقيقه، الحقيقه اللي احنا لاستضافتهم ولحسن الاستقبال وكرم الضيافه، الناس الحقيقه ما قصروش كل المستويات سواء على مستويات الدوله او على مستويات الاعلامي او حتى الشعب. كنا حاسين احنا بنلعب في وسط مصر، والاعلام كل واحد فيهم قام بدوره برضه تجاه بلده الثانية مصر وتجاه يعني النادي الأهلي اللي هم اللي كان ليهم دور في مساعدة النادي انه يقوموا بدور كويس. يعني كمان بهنيهم على التنظيم الرائع ونجاح البطولة. نرجع بقى لموضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة برحب الأستاذ وليد حسونة والسادة شركة فاليو، الشريك الاستراتيجي للنادي الأهلي. برحب بكل الإخوة الإعلاميين والصحفيين. لكن قبل ما أتكلم على الفكرة اللي احنا عايشينها النهاردة مع بعض، عاوز الأول أحكي لحضراتكم إزاي بدأت الفكرة دي. الفكرة دي بدأت النادي الأهلي بيفكر إزاي يكون عنده موارد، النادي الأهلي بيفكر إزاي يسهل على المحبين للنادي الاهلي يكونوا موجودين ومشتركين. عشان كده قبل الانتخابات اللي فاتت اللي احنا فيها دي او بالمجلس الاداره ده، قبليها
جالي احد اعضاء مجلس اداره الاستاذ محمد الضماطي وقال لي يا كابتن انا عندي فكره كويسه جدا ان احنا ازاي نمول عضويات النادي ونمول كمان اي مدفوعات ممكن تكون موجوده داخل النادي. قلت له بص يا محمد احنا ما عندناش وقت قبل مجلس الاداره ده ان احنا يعني ناخد خطوه في هذا الموضوع، خليها المجلس الاداره الجاي، لو احنا موجودين هنكمل الموضوع، لو احنا مش موجودين هندي الفكره لمجلس اداره جديد يتابع الموضوع ويكمله. النادي الاهلي دايما بيسلم بعض. عشان كده ده ابتدت الفكره بهذا الشكل. اول قرارات مجلس اداره جديد ان احنا عملنا لجنه تنميه الموارد اللي فيها الاستاذ محمد الغزاوي والاستاذ محمد الضماطي والاستاذ محمد الجرحي وبنت النادي لميا مختار. هم الاربعه ولميا عندها خبره كبيره جدا في الاستثمار. الاربعه هدفهم او اللجنه دي هدفها ازاي يعني يكون ليها دايما افكار لموارد مبتكره نستطيع استغلالها عشان نسهل على لما يكون عندنا ماليات مبتكره بنحاول نسهل اعضائنا في كل الامور الاخرى يعني. فانا النهارده بشكرهم لانهم الحقيقه قاموا برضو بدور كبير. بعد كده محمد الضماطي قدم الموضوع وابتدوا بقى يقولوا خدوا الخطوات كلهم مع بعض وقعدوا خدوا خطوات عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها النهارده ويكون معانا شريك استراتيجي لتسهيل دفع العضويه او تسهيل دفع بعض الامور او بعض الامور الماليه الاخرى داخل النادي يتمتع بها اعضاء النادي او لمحبي النادي الاهلي. شوف اللقطه دي بتلخص حاجات كتير جدا عندما اتحدث عن الاهلي يتحول الى ثقافه. ازاي التحرك بين الملفات برشاقه ودقه وتوقيت سليم ومصداقيه. دايما الاهلي بيفكر على كل الاصعده على كل المحاور. حتى وانت هناك في دبي رايح تروج لفكره العضويات في النادي الاهلي بشكل موضوعي وميداني. ازاي الناس بتاخد من بعضها الكلام وما يترميش في الهواء، يدرس ويتحول من فكره الى قرار. اللي قاله الكابتن الخطيب بعد ما نعرف بعض التفاصيل هنكمل احنا معاه مش كده؟ طيب ده جانب من المؤتمر في بدايه كلمه الكابتن الخطيب اللي شكر فيها كل من ساهم في هذا الانجاز سواء في كاس العالم للانديه او في تعظيم الموارد، ثم تحدث الكابتن محمود الخطيب عن بعض التفاصيل في مشروع التعاقد مع شركه فاليو. نشوف. لوحده صباحا ثاني يوم الحمد لله تم حوالي يمكن 45 عضويه او 44 عضويه، وده الكلام ده على هامش البطوله، فدولت اشتراكات جدد، بس الفكره جيده جدا بالنسبه لنا وهنفعلها بقى لان احنا جالنا اتصالات كثيره جدا من بلاد العربيه. فاحنا الفتره اللي جايه هنرتب مع مجلس اداره هنرتب ازاي نطلع لاكثر بلد عربي عشان نكون قريبين من اخواتنا العرب وفي نفس الوقت قريبين من الجاليه المصريه الموجوده واللي يحبوا فيهم منهم هنا او هنا يشترك في عضويه النادي الاهلي. فهنرتب ده في بعض البلاد العربيه الفتره القادمه ان شاء الله. احنا كنا لازم نتحرك في العمليه دي تسويق عضويه، لان بصراحه لازم الناس كلها فاهمه النادي الاهلي ده نادي غني جدا. الحمد لله النادي الاهلي غني بجمهوره، غني باعضائه، غني بتاريخه، غني باسمه، لكن مش الناس فاهمه ان النادي الاهلي عنده فلوس وعنده، لا بالعكس احنا محتاجين فلوس كتير جدا. الطفره الانشائيه اللي انا هتكلم مع حضراتكم عليها واللي انتم شفتوها دلوقتي وهتكلم مع حضراتكم عليها، الطفره دي كلفت مبالغ ضخمه جدا. لكن النادي الاهلي النهارده ما يكون عنده اربع فروع على الارض موجودين شغالين، ثلاثة شغالين وفرع آخر التجمع إن شاء الله قريب بإذن الله هيكون يعني تواجد والناس هتستخدمه إن شاء الله. جزيرة فرع الأصل النادي أو بداية النادي الجزيرة، ثم مدينة نصر، ثم الشيخ زايد، ثم التجمع إن شاء الله. جماعة كلام ده دور النادي الأهلي، توسيع الرقعة الرياضية والثقافية والاجتماعية في مصر، ده دورنا للبلدنا نعمل ده، ودورنا نعمل منشآت زي اللي حضرتك شفتوها دي، نعمل منشآت بالشيء المتكامل ده وبالأسلوب المتكامل ده
لان ده هيخدم اجيال كتير جايه. هنا النادي الاهلي كمان بيخدم، وده امر مش غريب. النادي الاهلي دوره مع المجتمع ودوره مع بلده، جميع المنتخبات لكل الالعاب تقريبا النادي الاهلي بيمثل المنتخبات دي باكثر من 50%. فالنادي الاهلي ده دوره، النادي الاهلي ده دوره تجاه وطنه وتجاه بلده. النادي الاهلي لازم نوفر بقى احنا ملاعب، ونوفر يعني عناصر نجاح لاولادنا الرياضيين ان هم يخدموا بلدنا ان شاء الله قبل النادي الاهلي كمان. وكمان نوفر عناصر الثقافه والاجتماع لشبابنا واولادنا وعائلاتنا، ازاي يتمتعوا بالنادي الاهلي، وازاي نخلق اجيال جديده على اسس سليمه باذن الله. عشان كده انا يمكن بتكلم، وده يمكن امر محتاج احنا فعلا علينا، وده امر مش سر، احنا علينا مديونيه واضحه جدا لبعض الهيئات اللي اشتغلت معانا. اشتغل معانا برضو النادي الاهلي بيشتغل مع جهات كلها سياديه، زي الهيئه الهندسيه، زي جهاز المشروعات، زي المخابرات العامه والمخابرات الحربيه. دي كل اللي عمل الشغل ده اللي حصل معانا احنا، لان هم الحقيقه احنا ليه عملنا كده؟ لان سرعه التنفيذ، يعني مش عايز اخش كمان بقى في مناقصه ومناقصه تجيب مناقصه، لا هم بالحقيقه ادونا، او احنا لما نسد الكلام دوت احنا مطمنين ان الامور كلها تمشي بشكل سليم. يعني هنا النادي الاهلي صرف في خلال الاربع سنين اللي فاتوا دولت اكتر من 1,600,000,000 جنيه. طب دول يتحصلوا ازاي؟ يعني دولت نجيب ايرادات منين؟ احنا بنسعى ورا بعض كده دايما عشان نجيب ايرادات، فاحنا ده مهم جدا. لكن احنا برضو طلبنا الحقيقه من وزاره الشباب والرياضه السيد الوزير، طلبنا منه ان يكون هناك دعم، لان احنا الكم الكبير ده اللي تم انشائه في خلال اربع سنين، طلبنا الحقيقه دعم، وطلبنا الدعم حتى ما توجهش للنادي الاهلي، يروح للهيئه الهندسيه، يروح لجهاز، يعني يروح لبعض الجهات اللي اشتغلت معانا. ومع ذلك احنا طبعا مقدرين جدا هذه الظروف، لكن انا بقول لحضراتكم على الواقع اللي موجود. هنا كمان لازم ارجع، طب يعني الوزاره الشباب والرياضه مشكوره من سنه 2018 و2019 و2020 و2021 الدعم اللي وصل للنادي الاهلي في الفتره الاربع سنين دولت 5,150,000 جنيه. دي بتدينا احنا بقى ان احنا مش هنقعد ساكتين، يعني احنا عايزين نجري، عايزين نطلع موارد اخرى، عايزين عندنا ناس في عندنا افكار مبتكره جديده. كمان انا عارف ان احنا ليه انا بقول الرقم ده، عشان في بعض الاعضاء اللي هم اهالينا وهم من عيله الاهلي الواحده، يعني كانوا زعلانين شويه ان احنا زودنا بعض الرسوم الاكاديميات وكده. يا جماعه دي بقالنا خمس سنين ده ما زادش خمس سنين، والزيادات بقى كلكم عارفين، يعني الزيادات في المرتبات سواء اللاعبين ولا العاملين ولا الموظفين ولا سواء الالتزامات الاخرى من الصيانه في كل انواعها، زياده كل العناصر الاخرى اللي هي، فكنا لازم نفكر. فاحنا حاجه بسيطه جدا وعلى هامش بسيط جدا عملنا ده، فارجو ان هم يعذرونا، لكن احنا بنجري ورا بعض الحقيقه عشان نحاول نجيب موارد مبتكره جديده كويس للنادي الاهلي. عشان كده احنا النهارده من الافكار دي بفكر ان احنا موضوعنا النهارده بقى هنا الشراكة مع شركة فاليو، الشريك الاستراتيجي للنادي الأهلي. وحسيب بقى الأستاذ وليد حسونة يتكلم عن تفاصيل الموضوع والرد على أي استفسارات حضراتكم عايزينها قبل توقيع التعاقد. أنا الحقيقة طولت عليكم شوية، بس كنت أنا ما بتكلمش كتير، فأنا يمكن فرصة قلت أجمع كذا حاجة ورا بعض كده عشان نتكلم فيها. بشكركم جدا جدا، وبشكر كل السادة الحضور، بشكر شركة فاليو، ودايما النادي الأهلي في تقدم وازدهار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.